معه هذا الجانب الإنساني من حياته الفكرية الخصبة، ولكي نلقي الضوء على تجريديته المتفردة وعالمه الوجداني المثير. أصدقائنا، ومع ما تطالعنا به شاشتنا الصغيرة من إبداعاته الفنية، نسوق حديثنا هذا وكأنه تحليق روحي أو مناجاة هامسة نداعب بها خلجات قلوب الهائمين في حب الفن الرفيع. القاعدة تقول: يجب أن نتعلم أولاً كيف نقرأ أو نشاهد، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الاختيار، فلنا أن نتقبل أو نرفض ما نشاء من هذا أو ذاك. وكما يقول بيكاسو: إذا كنت لا أعرف اللغة الإنجليزية، فهل معنى ذلك أن الإنجليزية ليس لها وجود؟ وهل ينبغي أن ألوم غير نفسي إن كنت لا أفهم ما ليس لي به علم؟ وهكذا الفنون الحديثة في عالم اليوم تحتاج منا إلى أن ندرب أبصارنا وبصائرنا لكي نتذوقها، وسنجد أن التجريد بعوالمه التصويرية الوجدانية هو أقرب ما يكون إلى ثقافتنا وطبيعتنا العربية الإسلامية. فيقول مفكرنا الكبير زكي نجيب محمود في كتابه عربي بين ثقافتين: إن ثقافتنا ترتكز على دعامتين، التجريدية الشمولية المطلقة التي نستشعرها بوجداننا، والتصور المنطقي لجماليات الكون من حولنا. وتقوم فلسفة هذا التصور على الثوابت، أي على روح المنظورات لا على تجسيدها والاهتمام بدقائقها وتفاصيلها. وهل هناك أصدقائنا فلسفة تتفق مع هذه المبادئ الثانية مثل التجريد الحديث؟ نعود إلى فناننا المصري العالمي فاروق حسني لنبدأ معه الطريق. في الإسكندرية هذا الثغر القابع في سكينة وادعة وشموخ مهيب كانت البداية، فنراه صبيا تتوهج نظراته هائمة فاحصة عابثة في كل المنظورات عبر الزمان والمكان، يود أن يغوص منقبا عن كنوز الإسكندر وكليوباترا، أو أن يطير في الأفق البعيد ليكتشف أسرار هذا البحر الذي يلفه الغموض. وبين الأمل والتأمل يمسك بأقلامه وأوراقه يبثها أحلامه الوردية وطموحاته الغضة البريئة. ويوما بعد يوم وعاما بعد عام نراه بين الحلم والواقع، بين التأمل والتعبير، بين المحسوس والملموس، أو بين ما يعتمل في بصره وبصيرته وما يخطه بأقلامه وألوانه على أوراقه المبعثرة. وبين هذا وذاك كان البحر هواه وبغيته وإلهامه، كما كانت أمواجه بين سكنتها وثورتها هي نفسه الصافية طارة وأفكاره المتقدة طارة أخرى. تدرج فناننا في تعليمه بمراحله المختلفة وعشق اللغة الفرنسية، ففتحت أمامه مجالا رحيبا للتنوير والانفتاح على آداب الغرب وفنونه، وتفتحت ملكاته الثقافية وتطلعاته الفكرية وهو في هذه السن المبكرة. فقرأ فلسفات جوتا وجان جاك روسو وابن رشد
وحلق مع أشعار أبي العلاء وأحمد شوقي وفيكتور هوجو ولورد بايرون وألفريد ديموسي، وعشق أدب طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ وإيميل زولا وجورج ساند، ودرس مسرحيات شكسبير وموليير وبرنارد شو وتوفيق الحكيم. فاختلطت هذه الرؤى النورانية بموهبته الفنية الكامنة في أعماقه، وهو على أبواب كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وكان لابد له مع بدء دراساته الأكاديمية أن يغوص في الفن قراءة واطلاعا ومشاهدة واستيعابا وممارسات عملية دائبة. ومرت المرحلة الأكاديمية على مدى 5 سنوات من الدرس والبحث والتعامل مع الخطوط والألوان والمنظور والتخيل والتصور واستلهام الطبيعة واستدراك ما وراء الطبيعة. ولكن فناننا وقد اغترف من مناهل الغرب والشرق وذابت روحه في فنون وفلسفات وصراعات القرن العشرين التي توالت على ساحة الإبداع في تتابع مجنون وسباق لاهث لم يقنع بما هو كائن، ولكنه تطلع بكل كيانه إلى المجهول، إلى تصور المحسوس، بل إلى غنائية التصور الكامن في الوجدان، أي أنه أعد نفسه المتوثبة إلى عالم التجريد والنزال في ساحته وصراعاته اللامتناهية. وها نحن أصدقائنا في عام 1965 وعلى جناح الطائر الميمون نحلق مع فاروق حسني في أولى رحلاته الأوروبية إلى بلجيكا. فطالما قرأ الفنان عن الفن الفلمنكي وكم سهر الليالي الطوال دارسا ومستوعبا لأعمال أقطاب الفلمنكيين أمثال فان ديك وفرانز هالز وروبنز وريمبرانت وفيرمير، وكم وقف طويلا أمام أعمال فان جوخ وغيرهم من عباقرة الشمال. وبروح متفتحة وعين فاحصة واعية عاش بكل كيانه فنون بلاد الشمال الأوروبي، وهي من أثمن كنوز العطاء الإنساني الخالد عبر قرون التاريخ. والآن أعزائنا لنتجه جنوبا مع فناننا لنحط رحال في مدينة النور، ملتقى الإبداعات العالمية الوافدة من كل أرجاء المعمورة. إنها العاصمة الفرنسية باريس، حيث المعارك الفكرية المحتدمة وحيث النزاعات الفنية المتباينة المستحدثة تبهر الأبصار وتدير الرؤوس وتذهب بالعقول. تختلط الثقافات والاتجاهات وأدوات التعبير وتتداخل في البصائر فتتحول إلى كيان واحد أو كائن ديناميكي مثير اسمه الإبداع المعاصر. ويدور هذا الكائن المتفجر في أفلاك علوية كالكواكب السيارة لا يعرف السكون. إن فناننا الشاب الذي تستعر قريحته وتتوثب ملكاته متطلعة إلى هذه الأفلاك العلوية يستحث خطى القطار الذي يقله إلى باريس. وانشغل فاروق حسني في النظر من نافذة القطار الذي يخترق مرتفعات الألب، وذهل الفنان من روعة ما رأى. لقد تمثلت الجبال والوديان والبحيرات أمام ناظره لوحة تجريدية بلغت في جمالها حد الإعجاز
من صنع الخالق العظيم. لقد بدت الأشكال والألوان متدثرة برداء ضبابي أضفى على لوحة الطبيعة السابحة في الأحضان الرمادية لمسات عبقرية معجزة. إن المعالم تذوب والحدود تتلاشى والسكون يتحول إلى همهمات تسري في تؤدة بين ثنايا الوجدان. إنها مناجات روحية ومعزوفة ملائكية تنطق هامسة بمعاني الحب والجمال. لقد تحول المجسد الملموس إلى مجرد محسوس. لقد رسخت في كيان الفنان معاني التجريد بإلهاماته وإيحاءاته وجمالياته المطلقة. فلطالما تصور أن فلسفة التجريد تكمن في أن يتحول الغير مرئي إلى مرئي. عزم فاروق حسني على ألا يحيد في نهجه الفني عن التجريد، واسترجع الفنان في مخيلته قول كاندنسكي رائد التجريدية: يجب أن يكون التجريد تعبيرا موسيقيا مطلقا له لغته ومفرداته الخاصة، وأن ينصرف عن محاكاة المجسدات المرئية والحقائق المادية ليصبح أقدر على التعبير عن شطحات الخيال والإحساسات الوجدانية والتفاعلات النفسية الكامنة. وإذا كان مايكل سادلر مؤرخ التجريدية الشهير قد وصفها بأنها نشوة تصوفية تحطم الفواصل بين الحلم والموسيقى والتصوير، فإن القيم المعنوية التي نراها في لوحات فاروق حسني هي الثوابت الروحية، وهي الهمهمات الغنائية السابحة في أفلاك لا نهائية. هكذا قال عنه أكبر النقاد العالميين في العاصمة الفرنسية. أما كيف شق فناننا طريقه إلى ساحات الإبداع العالمية في باريس وروما، وكيف صار حديث الصحافة الفنية لنحو 10 سنوات كاملة؟ فلكل هذا أصدقائنا قصة سنعيشها معا إن شاء الله ومع فناننا فاروق حسني في اللقاء القادم. نشكركم وإلى اللقاء.